عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جلسة مباحثات مع نظيره العراقي محمد شيع السوداني ناقشت المباحثات مختلفة جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك موضوعات التعاون الثلاثي مع الأردن الشقيق وأكد مدبولي أن مصر والعراق عازمتان على توسيع إطار التعاون المشترك والنهوض بمستويات التبادل التجاري بما لدى البلدين من هائلة لتحقيق ذلك، كما شهد الاجتماع الاتفاق على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازي مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة.